لم يخطر ببالي ولو للحظة أنني سأكون ضحية مرض السرطان. منذ اللحظة التي شخص فيها مرضي بدأت توجهاتي الفكرية والإيجابية، واعتبرت مرض السرطان تجربة حتى وإن كانت مؤلمة فعلي خوض غمرها ومحطة في قطار حياتي، علي اكتشاف ما فيها واستكمال مشواري. كل شيء يأتينا من الله، وكل ما يأتي من الله خير، والسرطان لم يأتني كعقاب كما يتشدق البعض، وإنما نداء للصحوة. لم أكن أصارع الموت، بل كنت مفعمة بالحياة، منهمكة في العيش، متمتعة بلذاتها وإبداعات صور خالقها. كانت مغامرة شفاء ورحلة لاكتشاف الذات، ولم أكن خائفة أو مرعوبة، بل محبة متفائلة واثقة في ربي، معلنة بذلك انتصاري. لم أكن ضعيفة أو هشة أو منكسرة، بل قوية شجاعة صبورة راضية ومندفعة نحو الحياة. كنت عابرة في طريق الحياة، حيلتي التضرع والدعاء، قوتي تنبع من عمق إيماني. أعطي وأتعامل بحب مع كل ما حولي ومن حولي، ومستقبلة لكل الحب الذي تمنحني إياه الحياة بذراعين ممدودتين. ضحكت أكثر مما بكيت، واستمتعت بكل لحظة. ابتليت، وهنا أعلن امتناني بتجربتي مع مرض السرطان، لأنها لم تهزمني بل قوتني، لم تبعثر شتاتي وتكسرني، بل على العكس لملمت أجزائي المبعثرة، وأصبحت واعية بكل ما يجري بداخلي ومن حولي. لم أنغلق على نفسي خلف قضبان الخوف أو الخزي أو الحسرة والأسى، بل أصبحت روحا منطلقة منفتحة على الحياة، تحيطني عناية الله بهالة من النور والطاقة الإيجابية، لأعلن وداعي لكل ما حدث في الماضي، متوقعة كل الخير في مستقبلي، آملة في الله بأن يمكنني دائما من الأمل. الأمل هو الإيمان بداخلنا، على الرغم من الظروف والقناعة بأن الأفضل ينتظرنا، لكن يجب أن نتحلى بالشجاعة والجرأة، ونحارب ونناضل ونستمر حتى نصل إلى بر الأمان. قد يرى البعض منكم نهاية ميؤوس منها، لكنني أرى أملا لا حدود له. سادة المشاهدين، مساءكم خير. اللي سمعتوه ده خواطر مريضة سرطان قررت إنها تتحدى المرض وتنطلق في الحياة، ما استسلمتش للمرض مهما كان جبروته وصعوبته، لأنها مؤمنة إن الحياة هتديها من العمر أكتر طول ما هي قوية وقادرة تواجه مرضها. ليه النهاردة بدأت بخواطر مريضة السرطان اللي كتبتها من قلبها في عز ألمها وأوجعها؟ لأنها تعافت، وأنا كان نفسي أبدأ حلقتي النهاردة بالأمل، لأن المرض ده بالذات أكتر صديق بيحتاجه في مشواره هو الأمل. ويا رب يكون النهاردة سبب في فتح طاقة أمل لناس كتير، خصوصاً أن كل جرح بيترك فينا أثر، وكل أثر يحكي حكاية عنوانها عشنا ولم ننكسر واستمرت الحياة. في حلقة النهاردة من هي مش فوضى هنتكلم عن السرطان، المرض الأشرس في حياة المصريين جنب فيروس سي والفشل الكلوي. ليه؟